أهلا بكم من جديد. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري. يأتي اللقاء من أجل مناقشة التطورات في المنطقة والأوضاع التي يعيشها لبنان في الوقت الحالي. ظهر الدور المصري الداعم لاستقرار لبنان جاليا بعد تفجر الأزمة السياسية الأخيرة عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري والتي تقدم بها من الرياض، حيث سارعت مصر إلى تهدئة الأجواء والحديث إلى مختلف الأطراف حتى لا تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. وأرسلت مصر وزير خارجيتها سامح شكري في جولة خارجية شملت عدة دول من أجل التوصل إلى تسوية سريعة للأزمة. وتنتظر الأوساط الرسمية والسياسية في لبنان زيارة الحريري لمصر بترقب وأمل، وتعتقد أنها تنبئ بفتح الصفحة الأكثر أهمية حيال مصير الحكومة اللبنانية، إذ جدد الحريري في باريس تأكيده بأنه تقدم باستقالته، لكن الساسة في لبنان يأملون أن تكون هناك فرصة لإعادة النظر في موقفه خلال زيارته القاهرة. وزيارة الحريري للقاهرة تؤكد مكانة مصر المركزية في المنطقة وقدرتها على إدارة الملفات الشائكة التي تثير الكثير من الأزمات، وهو ما دفع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري لتكون القاهرة قبلته قبل السفر إلى بيروت قادما من العاصمة الفرنسية باريس في عودة ينتظرها المجتمع الدولي. ويرى مراقبون أن إعلان الحريري زيارته للقاهرة يعكس الحرص الشديد لديه للاستفادة من الدور المصري فيما يحدث في لبنان، وهو ما يؤكد كذلك إدراك الحريري بأن القاهرة لن تترك الأحداث تعصف بلبنان.